حاكم يهتم بتذكير الشعب بالجنة والنار، كيف سيطيع الشعب الحاكم ويقينهم أو إيمانهم ضعيف، لكن عندما يعتقدون أنني إذا أطعت ولي الأمر فهي طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. وكذلك العالم لا يغفل عن تذكير طلابه بمسألة الجنة والنار حتى يرغبهم في الآخرة ولا ينحرف إلى الدنيا ومقاصد الدنيا وأمور الدنيا. كذلك الداعي يوجه الناس، يعني الواعظ والذي يشتغل يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا بالجنة والنار ترغيبا وترهيبا. وكذلك القائد، النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: ألا هل من مشيمر للجنة في الحرب هذا، أو ترغيبا للحرب. وكذلك الأب في بيته، لأن الإنسان إذا نظر إلى المستقبل هذا ضحى لله يعني سبحانه وتعالى وأقدم. لكن إذا غفل الإنسان عن الآخرة الآن، يعني هذه مشكلة كبيرة. يصبح التزام الإنسان بالأعمال بثقل وبتكلف وبكراهة لا بمحبة.